نايضة مشادات بين كبور وشعيبية. إليكم التفاصيل. فجر التصريح الأخير لحسن الفد الذي رفض فيه ربط نجاح سلسلة الكوبل بالفنانة دنيا بوتازوت، معتبرا أن الفضل في نجاحه لا يعود لها بل لطاقمه، وأنها لا تعد كونها ممثلة كغيرها من الممثلات، حربا كلامية مشفرة بين زملاء الأمس. دنيا بوتازوت في ردها على تصريح الفد نشرت أمس الخميس بمناسبة تصدر العمل الرمضاني الذي تشارك فيه جوجوجوه لائحة المشاهدات تدوين على الانستغرام عبر خاصية ستوري لم تعلن فيها عن هوية مخاطبها، قالت فيها: النجاح يحكم يا عزيزي، مقهور وغدا وألقاك في عقر دارك، مقهور مقهور، لولا قهرك لما تحدثت عني في كل مكان، أنا الوحيدة اللي قلت لا لجبروتك، فأنا أسير وأنت تعوي ورائي، لن أعود لن أعود، فاكتفي بعبيدك الذين يطلبون لك، فأنا أعبد الواحد الأحد الذي لا يموت. هذا وقدم الفد بشخصية كبور وبوتازوت بشخصية شعيبية، كبور وبوتازوت بشخصية الشعيبية جزء من سلسلة الكوبل، قبل أن يواصل الفد بنفس الشخصية تقديم سلسلة أخرى من بينها كبور والحبيب والفد تي في 2.